كتير احنا في البرنامج نتكلم عن فكرة انه مسؤولية الشخصية في تطوير وتنمية الذات، فبالتأكيد التعليم له مراحل كتير واشكال كتير، لكن اللي احنا معنيين بيه المدرس اللي حضرتك بتتكلم عنه، نلاقي فين الشخصية دي اذا كان هو برضو منتج النظام التعليمي اللي احنا لسه ما وصلناش فيه لافضل ما ده غير حقيقي. صوري بقى اوكي، والمدرس ده طالع منين؟ مش طالع من كلية التعليم اللي احنا بنسميها في مصر كليات التربية؟ كليات التربية دي بتخرج كم واحد؟ بتخرج 70-80 ألف واحد كل سنة. مدة زمن الدراسة فيها ايه؟ من 3-4 سنين. يعني انت في 3-4 سنين تقدري تخلي المنتج ده يتناسب مع احلامك. اتنين، انا في اطار عملي العام مع مؤسسة اسمها التعليم اولا، بندرب المدرسين في المدارس الرسمية للغات. أغلب المدرسين قابلين للتدريب، هم محتاجين أنك تنظري إليهم وتطوري قدراتهم في التعامل. نمرة ثلاثة، في إحصائيات معروفة، عدد المدرسين لعدد الإداريين في وزارات التعليم في العالم، إحنا عندنا نسبة مقلوبة. الإداريين أكتر من المدرسين، أو المدرسين اللي شاطرين نقلبهم إداريين، والمدرسين المتخرجين ما نعينهمش في المدارس العامة. تركيبة كده محتاجة شغل يعني. لكن اللي أنا عايز أقوله، هل الفرصة متاحة؟ أيوة. هل الفرصة ضاعت؟ لا. هل الشباب عنده استعداد لأنه يملأ هذا الفراغ بجدية؟ أيوة. أمال فين المشكلة؟ المشكلة هي عدم استدامة التطبيق. نمرة اتنين، ان الناس فاكرة ان التعليم منهج وكتاب. التعليم ادارة ومنظومة زي ما حضرتك. ادارة التعليم زيها بالظبط وفي نفس اهمية المنهج والكتاب، والاهم منهم المعايشة داخل المؤسسة التعليمية اللي محتاجة المدرس والاستاذ. استراتيجية 2030 تضمن اننا اذا التزمنا بيها نوصل لده؟ أنا كنت المسؤول عنها، وأنا جبت 70 خبير، وقعدنا سنة ونص عشان نضع هذه الاستراتيجية، وهي مقسمة إلى 5 أسس. الأول هو الإتاحة والجودة وعدم التمييز، وفي كل واحدة من دولت ودي أسهلهم. الثاني هي إدارة العملية التعليمية والتوجه نحو اللامركزية. الثالثة هي الرقمية. الرقمية مفروض إن أنا بتكلم على أن يكون وجدان التلميذ ووجدان الأستاذ ووجدان الناظر رقمي، والتعامل يتم بهذا الشكل، فالاختبار يبقى نتيجة طبيعية أنه يكون رقمي. أربعة والأهم هي صناعة الشخصية، الشخصية القابلة للتعدد، التي تستطيع العمل كفريق، التي تحترم تاريخ بلادها، المؤمنة بحاضرها، اللي عندها أمل في مستقبلها، اللي بتنمي مهاراتها، اللي بتتكلم أكثر من لغة، وأخرها القدرة التنافسية، لأنك أنت خريجك ما بيخرجش ينافس زملائه، ده بينافس المنطقة وينافس العالم. وعايز أقولك أن خلال 10 سنوات القادمة سوق العمل الرئيسي هيبقى أوروبا، فأنا بنافس عشان أروح أوروبا. الخمس حاجات اللي أنا ذكرتهم دي كل واحدة فيهم لها أهداف رئيسية وأهداف فرعية وأسلوب القياس ومشاريع وموازنة، ومين المسؤول والزمن شكله إيه. كان نفسي أن البرلمان والإعلام يبقى حاطط ده قدامه وبيحاسب الحكومة ويحاسب نفسه.